هذا هو المشهد هنا في مدينة نوفيكاخوفكا. 7 مفقودين، الحديث عن آلاف المواطنين الذين تم إجلاؤهم، الحديث عن إنقاذ العشرات من فوق أسطح المنازل. كانت المياه تصل إلى مستوى أعلى من هذا الذي وصلت إليه اليوم بكثير، لكن اليوم مختلف وما زالت العمليات مستمرة لإجلاء المواطنين من هذه المناطق. من داخل هذا المنزل ننقل لكم ارتفاع منسوب المياه كما نرى، حيث في مدينة نوفيكاخوفكا تضرر المدنيين بشكل كبير. لقناتي العربية والحدث، رائد الأخبار نوفيكاخوفكا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.